كنا المرة اللي فاتت خلصنا الترانسبورت لاير صح كده؟ كنا خدنا في حاجة اسمها الـ OSI لاير وقلنا الداتا عشان تنبعت بتمشي بشوية مراحل. ايه هما؟ قلنا الابليكيشن وبعدين قلنا البرزنتيشن ايوه وبعدين السيشن وبعدين قلنا ترانسبورت وبعدين قلنا كلمة نتورك وبعدين داتا لينك لاير وبعدين فيزيكال لاير. حلو كده؟ دول ايه يا جماعة؟ دول السبع لايرز بتوعنا اللي احنا قلنا بقى هنخلصهم عشان نظر ده الرخم ده. ده لاير واحد، ده لاير اتنين، ده لاير تلاتة، لاير اربعة، لاير خمسة، ستة، سبعة. وانا ببعت الداتا بمشي من فوق لتحت كده. وانا بستقبل بعمل ايه؟ بطلع من تحت لفوق. قلنا دول اسمهم الـ OSI layer او بيجوا في الامتحان باسم الـ reference model. الـ reference ايه؟ model. كان في موديل تاني عندنا اسمه ايه؟ TCP IP model. قال لك والله هناخد الابلكيشن والبرزنتيشن والسيشن هنخلوهم ايه؟ ابلكيشن. هناخد الترانسبورت ترانسبورت. هناخد النتورك وهسميه ايه؟ انترنت. انترنت. هناخد الاثنين لوحدهم وسموهم ايه؟ نتورك اكسس. حلو الكلام كده؟ وبيجي في الامتحان يقول لك ايه؟ هي الابلكيشن والبرزنتيشن والسيشن اسمهم ايه في التي سي بي؟ هي نتورك لاير اسمها ايه في التي سي بي؟ هي الداتا لينك لاير والفيزيكال اسمهم ايه في التي سي بي؟ التي سي بي موديل ده يا جماعه بيسموه احنا بنسميه اهو تي سي بي ده بنسميه بروتوكول موديل. بروتوكول ايه يا شباب؟ بروتوكول موديل. يبقى ان كان الاو اس اي بنسميها الريفرنس موديل فالتي سي بي اي بي بسميه ايه؟ بروتوكول موديل. حلو الكلام. خدنا المره اللي قبل اللي فاتت والمره اللي فاتت ان احنا عندنا الابلكيشن لاير صح؟ الابلكيشن لاير اللي كان فيها مين؟ اللي كان فيها الاتش تي بي والاتش تي بي اس والدي ان اس صح؟ والدي اتش سي بي تمام. طب خدنا الترانسبورت كان في مين الترانسبورت؟ تمام تي سي بي واليو دي بي. وامتى بستخدم تي سي بي؟ لو عايز الداتا اللي انا بعتها كلها توصل كنت باخد تي سي بي وخدنا الويندو سايز والاكنولج والسيكونس نمبر. طب بستخدم اليو دي بي امتى؟ لو انا محتاج سرعه بس لو انت بتنقلتها بسرعه ممكن حاجه تقع منك في السكه صح كده؟ وكان عندنا الترانسبورت لاير بتمسك الداتا تقسمها. بتقسمها لايه؟ لسيجمنت لمجموعه من اجزاء وكل جزء كان بتضيف له هيدر. الهيدر ده كانوا بيسموه ايه؟ لا اما تي سي بي هيدر لا اما يو دي بي هيدر صح؟ وخدنا الهيدر بتاع تي سي بي كام بايت؟ 20 بايت. اليو دي بي كام؟ 8. وقعدنا نشرح فيهم وكلام من ده. اللاير اللي بعد الترانسبورت بقى اللي احنا هناخدها دلوقتي اسمها ايه؟ النتورك لاير. النتورك لاير اهو تمام؟ رقم ثلاثة النتورك لاير. النتورك لاير يا جماعة بتاخد من الترانسبورت لاير الداتا في صورة ايه؟ في صورة سيجمنت. تخش على مين؟ على النتورك لاير. الداتا بتخرج من النتورك لاير هي واخدها سيجمنت اهي تخرج من النتورك لاير في صوره باكت. يبقى الداتا لما يجي يقول لك في لاير 3 ايه؟ باكت. الداتا في لاير 4 ايه؟ سيجمنت. يبقى النتورك لاير بتعمل الداتا ايه قبل ما تطلع منها؟ باكتات. يعني ايه باكتات؟ يعني بتاخد السيجمنت
بتاع اللير 4 وتضيف عليه داتا جديدة، تحطه في علبة وتضيف له معلومات جديدة. الهيدر ده بيسموه اي بي هيدر. طيب نتورك ده شغال فيها كام بروتوكول؟ هي بصراحة شغال فيها بروتوكولات كتيرة جدا، بس اللي متعرف عليه دلوقتي هو الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6. انما كان زمان في بروتوكولات غير دول، كان في حاجة اسمها ابل توك اهو، بروتوكول كده شكل الاي بي اسمه ابل توك، كان في بروتوكول شكل الاي بي اسمه الاي بي اكس. يبقى اللير 3 يا جماعة فيها تو بروتوكول بس، اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6. طب الهيدر اللي بنحط ده 4 ولا 6؟ ما على حسب. لو انت شغال في شبكه 4 يبقى الهيدر ده ايه؟ 4. طب لو انا شغال في شبكه 6 يبقى الهيدر ده ايه؟ فيرجن 6. حلو كده؟ طب الهيدر بتاع فيرجن 4 قد ايه؟ 20 بايت. طب الهيدر بتاع الفيرجن 6 قد ايه؟ 40 بايت. وهناخدهم الاثنين دلوقتي. شكلهم ايه؟ زي ما خدنا الترانسبورت لاير بالظبط. يبقى كل سيجمنت يا جماعه لو انا شغال شبكه فيرجن 4 هتضيف لك على كل سيجمنت 20 بايت. لو انت شغال شبكه فيرجن 6 هتضيف لك على كل سيجمنت كام؟ 40 بايت. طب الهيدر بتاع النتورك لاير بيبقى شكله ايه؟ يعني لو انا جيت كده اهو وجيت هنا كده على النت كده، انا هوريكم دلوقتي اهو، فتح جوجل كده اهو، تمام، وكاتب النتورك هيدر اهو، نتورك ايه هيدر اهو، من على النت اهو، من على جوجل اهو، وجيت هنا قلت له وريني الصور يا عم بتاع الهيدر بتاع النتورك عندنا او الاي بي هيدر، اسف اهو ده الفور يا معلم. يلا يا باشا انت بتعمل ايه؟ يا ريت فتح اهو. ايه بقى ده؟ ايه الهيدر ده؟ اول حاجه كلمه فيرجن، وانت شغال اي بي فيرجن 4 ولا اي بي فيرجن 6؟ يبقى اول حاجه عندنا يا جماعه بتنضاف للهيدر بتاع الباكت لو انت شغال اي بي فيرجن 4 20 بايت، اللي هم قدامنا دول. اول 4 بت منهم، هو ايه الفرق ما بين البايت والبيت؟ البيت واحده لكن البايت 8 بت. 8 بت صح كده؟ فاول 4 اصفار وحايد اللي هو اول 4 بت ده بينضاف لهم حاجه اسمها الفيرجن يا جماعه. الفيرجن دي لا اما فيرجن 4 لا اما فيرجن 6. تمام؟ هو انا ضايف ايه الهيدر بتاعي؟ هل هو هيدر فيرجن 4 ولا فيرجن 6؟ طب وبعدين في عندك حاجه اسمها الهيدر لينس، طول الهيدر اللي انت ضفته. وبعدين السيرفيس تايب، يعني ايه السيرفيس تايب؟ قلنا ان احنا عندنا الشبكات بتاعتنا ممكن تشيل فويس وفيديو وداتا، فالسيرفيس تايب انا بحط اولويه عشان لما الباكت يروح للجهاز يعمل له بروسيسنج الاول ولا يوقف في الطابور ولا يعمل فيه ايه بالظبط؟ نوع الخدمه اللي هو الكوانتي اوف سيرفيس. حلو كده؟ يبقى نوع الباكت ده ايه؟ فيديو ولا فويس ولا داتا؟ ناخره ولا نعديه بسرعه؟ تمام؟ طيب وبعدين التوتال لينس. التوتال لينس هو عباره عن الباكت طولها بالكامل. امال الهيدر لينس كان ايه؟ كان طول الهيدر بس من غير السيجمنت. اما التوتال لينس طول الايه؟ الباكت بالكامل. طيب سيبوكم من الصف الثاني ده وتعالى نشوف التي تي ال. التي تي ال دي كلنا بنشوفها في البنج وبنشوف حاجات ثانيه كتيره جدا. التي تي ال اختصار كلمتين ها؟ تايم تو ليف اهو. التي تي ال اختصار كلمه الحاجات المهمه. تايم تو ليف. هي الباكت بتاعتك دي هتعيش قد ايه؟ عمر الباكت يعني. يعني ايه عمر الباكت؟ هناخد ان شاء الله مشكله لما نيجي نخش في الراوتنج اسمها ايه؟ الراوتنج لوب. ايه المشكله دي؟
ان انت عندك شويه روترات اهو 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 كده. في مشكله يا جماعه من الباكت، الراوتر يقعد يبعت الباكت للراوتر ده والراوتر ده يقعد يشطها له، يقعد يلف حوالين بعضهم كده. المشكله دي عندنا في الراوتنج اسمها اللوب، الراوتنج لوب، يعني الراوترات مش عارفه تودي الباكت للجهاز اللي رايحاله، حتى انها تلف كده محمود جوه الشبكه كده. طب يعملوا ايه في الباكت دي؟ فقال لك داخل كل باكت يا ابو حميد هنحط جواها رقم. بيبدا منين؟ بيبدا من الجهاز اللي عمل الباكت، يعني لو انا واقف هنا والجهاز بتاعي بيبعت الباكت اهو، فهحط هنا رقم في الباكت تي تي ال ب 15. كل ما الباكت تعدى على راوتر مش سويتش، كل ما الباكت تعدى على راوتر ينقصها بواحد. اه يعني هنا بقت بكام؟ ب 14. طب راحت هنا بقت بكام؟ طب راحت هنا بقت بكام؟ رجعت تاني هنا بقت بكام؟ رجعت تاني هنا بقت بكام؟ لو وصلت عند راوتر بزيرو يوقع الباكت حتى لو ما وصلتش للديستنيشن بتاعتها. تمام كده؟ دي عدد الراوترات يعني الهوب نمبر، اما تي تي ال حاجه ثانيه. يبقى التي تي ال يا جماعه ده فيلد جوه الباكت. بحط فيه رقم وكل ما الباكت تعدى على كل راوتر بيعمل فيها ايه؟ بنقصها بواحد. اه عشان لو في عندك مشكله اسمها راوتنج لوب، الباكت ما تستناش تقعد تلف لك في الشبكه وتضيع الباند ويث بتاع الشبكه على الفاضي. طيب دلوقتي تي ال بقى بكام؟ علشان الشبكات عندنا كبرت، كانت زمان التي تي ال ب 15. انما دلوقتي الشبكات كبرت، ممكن تعدي على 15 راوتر ولسه ما وصلتش للجهاز اللي مريحه. فبقوا يخلوا التي تي ال بكام؟ ب 255. الرقم، الرقم اللي جوه الباكت اللي جوه الهيدر. اي جهاز بيعمل باكت دلوقتي بيحط فيه رقم اسمه تي تي ال. بكام يا عم باسم؟ ب 255. جالك سؤال في الامتحان الدولي على طول، يجي لك على طول السؤال ده، مشهور في الامتحان الدولي. يقول لك الباكت طلعت من الجهاز هنا وصلت عند الراوتر ار 3، التي تي ال بكام يا معلم؟ هتقول له طلعت من هنا ب 255، جت هنا ب 254، جت هنا ب 253. يبقى الاجابه الصح كام؟ 253. حلو؟ يبقى التي تي ال دي عباره عن ايه يا شباب؟ ده عمر الباكت، كام راوتر الباكت هتعدي من عليه؟ السويتش ما بيأثرش على التي تي ال، لان السويتش جهاز لير كام؟ لير 2، فما يعرفش يشوف اللير بتاع ايه؟ لير 3 نتورك لير. حلو كده؟ يبقى مين اللي بينقص التي تي ال؟ الراوتر. لو في 200 سويتش في النص مش هيعملوا حاجه في التي تي ال، الراوتر او جهاز الكمبيوتر. حلو؟ ها في مشكله عند حد كده؟ يبقى تاني حاجه عندنا من الهيدر بتاعتنا حاجه اسمها التي تي ال. طب ايه بقى البروتوكول؟ هو الباكت دي مش كان قبل منها سيجمنت؟ طب السيجمنت دي كانت نوعين، لا اما تي سي بي لا اما يو دي بي. فالبروتوكول بكتب لك نوع السيجمنت، انا عامل الهيدر لمين؟ انا جوايا مين الداتا بتاعت مين؟ بتاع يو دي بي ولا تي سي بي؟ مش لير 4 يا جماعه كان فيها اثنين بروتوكول تي سي بي ويو دي بي، خلصوا شغلهم ونزلوا على النتورك، فالنتورك بتكتب هو انا جوايا تي سي بي ولا يو دي بي؟ يبقى البروتوكول ده يا جماعه اللي هو لير 4 بروتوكول بيحدد اللي جواه، اللي الداتا دي جواها ايه؟ الهيدر ده جواه ايه؟ تي سي بي ولا يو دي بي؟ مش الباكت دي عامله زي ما يكون كرتونه فقلبها سيجمنت؟ طب السيجمنت انت حطيته في الكرتونه دي اللي عاملها التي سي بي ولا اليو دي بي؟ تمام كده؟ طيب وبعدين هيدر تشيك سم، فاكرين البتاع اللي قعدنا فيها امبارح 10 ساعات دي؟ بتاع التشيك سم؟ ها؟ المعادله اللي بتتم عند السورس وتتم تاني عند تتم تاني عند الديستنيشن. لو كانوا صح يبقى الداتا ماشيه صح. كل لير بتعمل تشيك صم هي مع اللي قدام عشان تتاكد ان الداتا اللي جات لها من قدامها صح. يبقى الهيدر تشيك صم يا جماعه معادله بتتم عند السورس ونفس المعادله بتتم عند الديستنيشن. لو طلعوا نفس الخارج يبقى الداتا اللي جايه دي ما تغيرش في حاجه في السكه. وبعدين يا معلم السورس اي بي طوله 32 بت اهو، بادئ من اول الزيرو لحد 31 اهو، رقم الجهاز اللي بيبعت ورقم الجهاز اللي بيستقبل. طب واحنا كنا في الترانسبورت بنضيف ايه يا شباب؟ كنا نضيف عنوان مين في الترانسبورت؟ اللي هو ها ها لا ما كناش بنضيف الجهاز، كنا بنضيف حاجه ثانيه غير عنوان الجهاز اللي هو البورت نمبر. ايوه اللي هو الشبابيك اللي هو رقم البرنامج اللي بيبعت ورقم البرنامج اللي بيستقبل. صح كده؟ يبقى السورس بورت، سورس اي بي وديستنيشن اي بي
ده في النتورك بينضاف سورس اي بي وديستنيشن اي بي. اما في الترانسبورت لاير بينضاف السورس بورت والديستنيشن بورت. مفيش مذاكره. لا مفيش مذاكره. انت قلت لي عنوان الاي بي يا ابو حميد. ماشي يا اخويا باجي اذكرها لك ان شاء الله. لا لا عدتني. ماشي. لا ده انا قلت لك ان شاء الله البورت مع الاي بي بس مو سوكت نمبر. انا قلت لك البورت مع الاي بي. البورت بينضاف لير 4 والاي بي بينضاف لير 3. يعني الاثنين ما بتسمع بعض في نفس اللير يا راجل. طيب تمام حلو الكلام كده. ده الهيدر بتاع الاي بي فيرجن كام يا جماعه؟ الاي بي فيرجن 4. طب والاي بي فيرجن 6 بقى الهيدر بتاعه شكله ايه؟ تعال نشوف بقى. لو انت شغال اي بي فيرجن 6 هتلاقي الموضوع اسهل من كده اهو، وهناخده بالتفصيل ما تقلقوش. ده الهيدر بتاع الاي بي فيرجن 6 40 بايت. 40 ايه؟ لان الاي بي فيرجن 6 كبير. الاي بي فيرجن 6 طوله 128 بت. تمام. هضيف الفيرجن. يعني ايه الفيرجن؟ هو انا جوايا فيرجن 4 ولا فيرجن 6؟ وبعدين الترافيك كلاس. يعني ايه ترافيك كلاس؟ نوع الباكت، فويس ولا فيديو ولا داتا. تمام. وبعدين الباكت لينس، طول الباكت، طول الباكت. النكست هيدر هو جواه تي سي بي ولا يو دي بي اللي هو كان بروت كول. وبعدين الهوبت ليميت. هوب ليميت يعني ايه؟ اللي هو التي تي ال، كان اسمه زمان تي تي ال، كام راوتر عدى عليه مغيرين اسمه بس. وبعدين السورس اي بي. يا نهار ابيض شايفين قد ايه؟ التاني كان 32 بت، ده 128. وبعدين الديستنيشن اي بي، رقم الاي بي اللي بيبعت، رقم الاي بي اللي بيستقبل. ده لو انت شغال مين؟ اي بي فيرجن 6. الاي بي فيرجن 6 بيضيف لك كام بت يا جماعه؟ 40 بايت على كل سيجمنت. 40 بايت على كل سيجمنت. حلو. الداتا كده بقت اسمها ايه يا شباب عندنا؟ الداتا بقى اسمها عندنا هنا اهوت في اللاير رقم 3 في النتورك لاير بقى اسمها باكت. بقى اسمها ايه؟ يبقى تاني بقى معايا. احنا عندنا في لاير 4 بنقسم لاجزاء وكل جزء بضيف له هيدر. اشهر حاجه في الهيدر بتاع الترانسبورت لاير رقم البرنامج اللي بيبعت ورقم البرنامج ايه؟ اللي بيستقبل. انا كده في لاير 4. في لاير 3 بضيف هيدر تاني. اشهر حاجه فيه السورس اي بي والديستنيشن ايه؟ رقم الجهاز اللي بيبعت ورقم الجهاز اللي بيستقبل. تعالى بقى نخش على اللاير رقم كام؟ 2. اللي هي مين يا شباب؟ هو فيرجن 6 نخش تشيك سم. اللي ايه؟ فيرجن 6 نخش تشيك سم. تمام؟ ها تعالى بقى نخش على اللاير اللي بعد كده اللي هي اسمها ايه؟ الداتا لينك لاير. ده ليه رقم كام يا شباب؟ رقم 2. الداتا عند الداتا لينك لاير بيبقى اسمها فريم. بيبقى اسمها ايه؟ تاني. يبقى الداتا في لاير 3 كان اسمها ايه؟ باكت. الداتا في لاير 4 اسمها ايه؟ سيجمنت. الداتا في لاير 3 اسمها ايه؟ فريم. فريم ده يعني ايه؟ باخد الباكت، باخد الباكت واضيف له هيدر وتيلر، راس وديل. اهو بضيف له هيدر وتيلر اهو. حلو. طب الفريم ده شكله ايه؟ وازاي بنتعامل معاه؟ وطول الهيدر بتاعه شكله ايه؟ هو ده اللي هنتكلم عليه بقى. لحد الباكت، الباكت بتاعنا واحد في كل انواع الشبكات. يبقى لحد الباكت هي باكت واحده في كل انواع الشبكات. بس لما نيجي للفريم للاسف هيبقى كروت الشبكه بتاعتنا مختلفه. الله يكرمك ركز في الحته دي جامد. استنى بس روق عليا. ماك مين وبتاع مين؟ ها روق عليا. في عندنا ايه؟ كابل فايبر. في عندنا كابل ايه؟ نحاس. ممكن يكون في عندنا ايه؟ واي فاي. صح. لكل ميديا من دول لها فريم بشكل مختلف.
الفريم اللي ماشي في الهواء اكيد له جناحات بيطير صح كده. الفريم اللي ماشي في كابل الفايبر ده كابل ضوء ده اكيد ضوء. الفريم اللي ماشي في كابل النحاس اكيد كهرباء. يبقى شكل الفريم بيختلف على حسب الميديا اللي هو هيمشي عليها، على حسب الكيبل اللي هو هيمشي عليه. يبقى شكل الميديا اهو الفريم اهو بيختلف على حسب مين؟ اكوردنج تو، على حسب تمام كده الميديا اللي هيمشي عليه. حلو. يبقى شكل الفريم بيختلف مين؟ على حسب الميديا اللي انت هتمشي عليه. اما الحد الباكت كان كله واحد صح كده. الحد الباكت ما فيش اختلاف، ما بيختلفش بالشبكه حد الباكت، لان اصلا جوه النتورك لاير انت لسه جوه الجهاز جوه الاوبريتنج سيستم. اما في الداتا لينك لاير يا معلم انت كده في كارت الشبكه، فكل كارت شبكه بيعمل فريم بشكل مختلف عن كارت الشبكه الثاني على حسب الداتا اللي هيخرج عليه. تمام بالظبط كده. ما هو في كارت شبكه للفايبر، في كارت شبكه للنحاس، في كارت شبكه للواي فاي. كل كارت شبكه بيعمل جنريت للفريم بشكل يختلف عن مين؟ عن التاني. حلو الكلام؟ لحد كده في مشكله؟ بس انا عايز اقول لك على حاجه، الفريم بتاعك هو عباره عن باكت لها راس هيدر ولها ايه؟ ولها ديل. ده اللي هو مين؟ الفريم. ايه اللي محطوط في الهيدر بقى؟ وايه اللي محطوط في الديل بقى؟ على حسب انت خارج على انهي مين؟ على انهي سيجما. جاوب بس عليا كده. انواع الفتحات عندنا او انواع الكروت عندنا في النتورك عموما. في كروت بنستخدمها في الوان يا شباب، او انواع الفتحات او انواع الانترفيسز. في كروت بستخدمها في الوان. زي مين؟ زي كارت السيريال ده بستخدمها في الوان. وان يعني ايه؟ يعني ما بين سايت تو سايت، ما بين راوتر لراوتر. تمام؟ وهنجيب المره الجايه راوترات وهنشوف بقى نبدا عملي. حلو كده يوم الجمعه الجايه. تمام؟ خلاص السبت بكره هنخلص نقفش النظر كله. تمام؟ الوان بقى ها؟ الوان. الكارت اللي بيشتغل في الوان اسمه سيريال. ده الكارت اللي بيشتغل في الوان. شكله ايه السيريال ده؟ السيريال ده حضرتك لو جيت بصيت كده ها افتحه تاني يا محمد، لو قفل منك افتحه تاني في ان سي. تمام؟ اهو شوفوا كده سيسكو سيريال بورت اهو. اهو يا معلم ده الكارت اهو بتاع السيريال اهو. ده الكابل بتاعه وده البورت بتاع السيريال شايفينه اهو. شايفه؟ ده نوع من انواع السيريال، خد بالك في سيريال اكبر من ده شويه القديم. ده السيريال الجديد بتاعنا اهو. اهو. السيريال ده يا جماعه قصته ايه؟ وبيتركب ازاي؟ وبيتعمل ازاي؟ تعالى كده نشوف مع بعض. تعالوا كده نشوف مع بعض. والله انا عندي ها انا عندي بص كده انا عندي فرع في القاهره وفرع في شبين عايزين نوصلهم ببعض. ايه اللي بيتم بقى؟ الكلام ده هيتاخد بالكامل في سمستر كامل في اربع محاضرات. بس تعالى كده نشوف دول بنعملهم ازاي. عايز اوصل فرع البنك في القاهره مع فرع البنك في شبين مع بعض. اعمل ايه؟ اروح للمصريه اتصالات عندهم سنترال في شبين وعندهم سنترال في القاهره. والمصريه اتصالات السنترالات بتاعتها متوصله بايه؟ بكابلات فايبر يا معلم. شوف بقى القصه دي محدش هيشرحها لك غير واحد شغال في اتصالات. عندنا في سيسكو بنعملها كابل كده وخلاص مالناش دعوه بيه. شوف بقى القصه ماشيه ازاي. احنا عندنا سنترال شبين وسنترال القاهره ما بينهم كابلات فايبر. فانا بروح اجر كابلات فايبر منهم. اقول للمصريه اتصالات اجري لي كابلات فايبر. عايز سرعات كام؟ عندنا مثلا سرعه اسمها تي 1 السرعه دي 1.5 ميجا. في عندنا سرعه ثانيه اسمها اي 1 2 ميجا 2 ميجا 4 8. في سرعات ستيم 1 حاجات عاليه بقى بيستخدمها الناس بتوع الموبايل والكلام ده كله عشان يربطوا الانترنت بتاعتهم ببعضيها الام سي سي بتاع بعضيها.
فانت على حسب السرعه اللي انت عايزها موجود. وان شاء الله النهارده ارفع لكم كل اسامي السرعات بالقيم بتاعتها. حلو كده؟ فانا بروح للراجل بتاع مصريه اتصالات، والله انا عايز اوصل كابل فايبر من شبين لحد القاهره. هو انت يا احمد يا محمود لما تروح تنقل حاجه بالقطر، القطر بيجي لك لحد البيت ياخد الحاجه بتاعتك ولا انت بتروح للمحطه؟ هو الراجل بتاع مصريه اتصالات يقول لك هات لي الداتا بتاعتك لحد السنترال عشان انقلها لك من السنترال ده للسنترال ده. طيب خلاص، يبقى انا لازم لي وصلايه من شبين لحد مين؟ السنترال. من هناك من السنترال من القاهره لحد مين؟ لحد السنترال هنا. طيب يا جماعه احفروا لي واعملوا لي مصير صوتي، تقول لك ما فيش اتحيه. هو كده ما فيش اتحيه، لو في مسار هدي لك مسار. بس يعني المسار ده ما حدش بياخده غير ايه يعني الناس الجامده يعني. ما فيش اتحيه، لان هو المتر بينحفر في المحافظه ب 5000 جنيه. عشان تحفر متر كابل كده وتوديه. طب الحل ايه؟ حلو يا عم، عندنا حل تاني. عارفين انتوا كابلات التليفون؟ كابلات التليفون جايه تحت العماره في البوكس اللي قدامك. نقوم مطلعين كابل الفايبر ده مركبينه على كابل تليفون عادي من تحت العماره. كابل التليفون ده اسمه لوكال لوب. لوكال ايه؟ اه لوكال لوب. طب ازاي احول من فايبر للنحاس؟ في مودم كده بيجي اسمه سي اس يو دي اس يو. شكله فين؟ وحده صغيره كده بتاخد منها كابل الفايبر وفي فرعيه ثانيه نحاس بتطلع منها. والنحاس ده استقبله من تحت العماره من تحت. بس خلصت. واجي اليمة الثانيه عندي، اجي اليمة الثانيه احط المودم ده هنا اسمه سي اس يو دي اس يو. ووصل بكابل سيريال اهو ما بين هنا. ودي اه بس هو ماكسيموم ليه 2 ميجا. لو هتزود اعلى من 2 ميجا يبقى لازم يا معلم تحفر بقى وتاخد كابل فايبر زي ما البنك الاهلي عمل كده. طب خطوط فايبر حضرتك بتتعرض للكفرات الوطنيه. الايه؟ لا 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 دي حاجه، دي حاجه ودي حاجه. اه اللي انت بتتكلم عنه ده ان هم عايزين يحولوا كل الشبكه بتاع المصريه للاتصالات لشبكات فايبر. الشبكه اللي هي بقى مش اللي ما بين السنترات اللي احنا بنأجرها للعملاء، لا اللي هم بتاع التليفون الثابت. اللي انت بتشتغل على تليفون ثابت عايز يحولها لفايبر ليه؟ عشان يقدر يديك سرعات نت اعلى من اللي كمان بيديها لك. فهم بيحولوا من عند السنترال لحد كابينه كده بيرموها عند العميل اسمها كابين ام سام، يخلوها شبكه فايبر. دي الشبكه الرئيسيه. وبعد ما يخلصوا الشبكه الرئيسيه المستوى الجمهوريه يبدا ياخد بقى من كابين الام سام يودي لحد العميل فايبر. ممكن يكون في مسارات يوصل لك مسار فايبر على طول. حلو كده؟ انما اللي انت بتتكلم عليه ده حاجه اسمها الشبكه التليفونيه، واللي احنا بنتكلم عليها دي شبكه عندنا اسمها شبكه التراسل او ترانسميشن. ترانسميشن دي ايه؟ ان لو في حد عنده اكتر من فرع عايز يربطهم مع بعض احنا نربطهم. حلو الكلام كده؟ نربطهم ازاي؟ بالطريقه اللي بقول لك عليها دي. حلو كده يا حوده؟ تمام كده؟ يبقى انا الراجل عندي هنا اهو يا حوده عنده الفرع الفايبر اهو، هذا الراوتر اهو اهو ما بيشيلش اكتر من 2 ميجا. اه بيجي هنا واحده سي اس يو دي اس يو بكابل كده سيريال هجيبه لكم معايا، كابل اسمه ايه؟ سيريال. تمام؟ والوحده ديت ماشيه في الارض اهي بخط النحاس العادي التليفون العادي على وحده هناك اسمها سي اس يو دي ايه؟ دي اس يو برضه. ودي مربطه فيها كابل مين بقى؟ الفايبر اللي مرابطك اساسا بالفرع اليمة الثانيه. طب برضه الفرع اليمة الثانيه عايز اوصله بالمقر الشركه بتاعته. حلو الكلام، نجيب واحدة نرميها اسمها سي اس يو دي اس يو ونرمي عندك واحدة زيها بالظبط ونطلع الموضوع على كابل فايبر لحد مين؟ لحد الراوتر. يعني هي بتحول فايبر نحاس والعكس. انما احنا عندنا في سيسكو بنعملها ازاي يا معلم؟ كده. دي معناها كابل الوان ده اللي هو عامل زي بتاع الكهرباء دي معناها ان ده خط فايبر. انا كراجل بتاع سيسكو ماليش دعوه بالكلام ده كله، ده 7000 مهندس شغالين في الموضوع ده في مصريه اتصالات. بيجيب لي الفرعيه من اليمادي والفرعيه من اليمادي احطهم في البورتات عند بتوع الراوتر هنا وهنا وبرمج الراوتر بتاعي، ويجب ان يكون الشبكه دي شغاله وهو بيداري شغال. تمام كده؟ ده انا شرحتها لك دلوقتي عشان انا عارف ايه اللي جواه، انما هو مش مطالب حد يشرحها ومش موجود عندك في الانترنت. تمام؟ حلو الكلام كده؟ طيب كابل السيريال بقى اللي بيركب ما بين السي اس يو لحد الراوتر شكله ايه؟
شكله ايه كابل السيريال؟ اهو كيبل بس. اهو هجيبه لكم معايا المره الجايه اهو. البلوك ده اسمه بي 35، ده اللي بيركب في السي اس يو دي اس يو، والبلوك ده اللي بيخش في السيريال الصغير ده، شايفينه؟ اهو هو كابل واحد على فكره، هو كابل واحد يا شباب بس الطرفين اهو، طرف بيخش في الراوتر وطرف بيخش فين؟ في الوحده. بس الكابل ده في ميل وفي ميل، زي ما انتم شايفين ده في ميل اهو وده ميل اهو، شايفين بالنات اهي. طب الفيميل والميل ده بستخدمه في ايه؟ الاصل اللي بيركب في الوحده عندنا الفيميل، الفيميل اللي بيركب في الوحده. انما تصوروا كده واحنا قاعدين مع بعضنا كده مره كده بنعمل لاب، بنعمل ايه؟ لاب، معمل كده هنا، وانا جبت لك راوتر اهو وراوتر اهو وعايز اوصلهم ببعض، هجيب كابل سيريال بس البلوك بتاعه في ميل من اليمه دي، واجيب كابل سيريال بس البلوك بتاعه هنا من اليمه دي ايه؟ ميل، واخدهم الاثنين في بعض. ده لو احنا في مكان صغير يعني لا في كابل فايبر ولا اي حاجه وعايزين نوصل الراوترين ببعض. حلو تمام. طيب احنا كنا بنتكلم في ايه؟ احنا كنا بنتكلم ان احنا عندنا الانترفيس بتاعتنا اهي، راحت فين؟ ايوه هنا هنا 8 باين. في انترفيس شغاله في الوان، وفي يا معلم انترفيس ثانيه شغاله في اللان، اللي هي مين بقى؟ الايثر نت. اللي انا حاطط فيها الكابل ده اهو اهي، دي فتحه اسمها ايثر نت صح؟ اللي هي موجوده عندنا في الكروت بتاعتنا دي، التكنولوجي بتاعتها اسمها ايه؟ اخرها كام متر دي؟ 100 100 والله 100 100 ما بتكلمهمش تمام؟ خلاص اخرنا ايه؟ 100 متر. فالايثر نت دي طلع منها انواع من الكروت بقى يا محمد، طلع منها كارت اسمه ايثر نت عادي، ده سرعته كام؟ 10 ميجا بت بير سكند. وطلع منها كارت تاني سرعته فاست ايثر نت، اسمه فاست زي كل الكروت اللي في اللابات وكده، سرعتها كام؟ اهو. عشان كده حضرتك لما تيجي هنا كده على كارت الشبكه وتقف كده وتقول له اوبن نتورك شيرنج سنتر اهو لوكال اريا، تلاقيه كاتب لك 100 ميجا. ده عشان اعرف الكارت بس ولا لا؟ هو انت سرعتك اساسا 100 ميجا سرعه النت عندك؟ يا عم ده النت هنا 512 ولا 1 ميجا. امال ايه 100 ميجا؟ البورت بتاع الجهاز يقدر يشيل لحد 100 ميجا، لان نوعه ايه؟ فاست ايثر نت، لان متركب في كل الاجهزه اللي هنا كروت فاست ايثر نت. طب لو شلت الفاست وجبت جيجا، يعني لو شلت الفاست كده وجبت جيجا اهو، في كروت اسمها جيجا ايثر نت بتركب جوه السيرفرات بيشيل لحد كام؟ 1000 ميجا. يا عم ما فيش حاجه اسمها 1024 يابا في الباند ويدز. 1000 ميجا. طب في كروت بقى كمان 10 جيجا سيسكو نزلتها اهو، يعني راح اشتري من الراجل كارت 10 جيجا 10000 ميجا. ده شغال فايبر بس، ده الكابل اللي بيخش فيه فايبر بس، ده السيرفرات بس. سرعته كام؟ 10000 ميجا، موجود في السوق، ممكن تجيبه بتاع ده بتوصل خارجي كده يو اس بي. تمام. طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ بتقول الكلام ده ليه؟ انا بكلمك كده على حاجات فيزيكال، حاجات هاردوير. الهاردوير دي لازم في بروتوكول في اللاير 2 يشتغل عليه. طب البروتوكول بتاع اللاير 2 ده بيعمل ايه؟ بيحول الباكت لفريم. حلو يا معلم؟ يبقى البروتوكول اللي بيشتغل على خطوط الشبكه بيعمل ايه؟ حد سمعني كده؟ بيحول الباكت لفريم. يبقى اكيد بقى على حسب الكارت اللي انت طالع من عليه يبقى شكل الفريم متغير. ايوه 100 1000. لا انا مش قصدي على كده يا معلم، ده 100 وال 1000 وال 10000 وكده دول كلهم ايثر نت. الله يكرمك بالظبط كده. فلو انت شغال فايبر، لو انت شغال فايبر هتبقى شغال على بورت سيريال. بورت السيريال ده بيشتغل عليه ثلاث بروتوكولات، واحد اسمه تريبل بي، واحد اسمه اتش دي ال سي، واحد اسمه فريم ديلاي، وهناخد كمان بروتوكول جديد خالص اسمه الام بي ال اس. وكان في قديم بقى حاجات قديمه، حاجه اسمها اكس 25 وحاجه اسمها الاي تي ام الله يرحمهم بقى، وكان في حاجه اسمها الايس دي ان.
هي عامل انت عملت تكتبه ده انت هتجنني. دي كلها لير 2 بروتوكول شغال على مين يا جماعه؟ على بورت السيريال. يعني ايه مش فاهم؟ يعني ايه مش فاهم الكلام ده؟ يعني حضرتك ان شاء الله في الوان هنعمل فرع في طنطا او فرع في القاهره اهو، وهنربطه بفرع بتاع اسكندريه. طب عشان نوصلهم ببعض نوصلهم بايه؟ بالسيريال. فهيجي محمد هنا يقوم كاتب تريبل بي، يبقى لازما قدامه يشغل مين؟ واحد بيعمل فريم تريبل بي وواحد بيقشر الفريم بتاع تريبل بي. طب لو شغل اتش دي لسي، طب لو شغل الفريم للاي، الله يكرمك. يبقى تاني بقى الليير 2 بروتوكول بتاع الوان ده بيعمل ايه؟ بيحولك من باكت لفريم. طب ليه حوله لفريم؟ عشان اقدر امشي على الكابل، عشان الفريم ده في الاخر هيتحول لصفار واحد، سواء كان كهرباء سواء كان ضوء. طب كل الفريمات دي هندرسها بالتفصيل فين؟ في اخر سمستر. اللي هندرسه دلوقتي اللي هو بتاع اللان اللي علينا هنا في السمستر ده، اللي هو مين؟ اللي هو لما يكون الراوتر متوصل بسويتش، والسويتش ده متوصل باجهزه، بيبقى البورت بتاعه نوعه ايه؟ ايثر نت. يبقى البروتوكول اللي شغال في اللي اسمه ايه؟ ايثر نت. البروتوكول اللي شغال في الوان اسمه ايه؟ لا يا عم ده كتير، ده اهو ده كتير قوي اهو. دول اللي شغالين في الوان اللي ما بين الفروع وبعضيها. وصلت ولا لسه؟ ها وصلت؟ يبقى في ما بين الفروع وبعضيها بروتوكولات كتيره جدا شغاله في الوان. فايدتها ايه البروتوكولات دي؟ يا عم ملهاش فايده، هي بتاخد الباكت من الاوبريتنج سيستم بتاعك تحوله لفريم وبعدين تحوله لكهرباء عشان يمشي على الكابل. طب الكابل اللي هي خارجه عليه دي راح لسويتش؟ لو راح لسويتش يا معلم يبقى ايثر نت. اهو لو راح لسويتش يبقى ايه؟ يبقى ايثر نت. يبقى الفريم بتاعك ايثر نت. طب لو ماشي ما بين الراوترات اللي بيحدد الادمن، فلو والله لو منزل تريبل بي على الاثنين لينك اللي قصاد بعضهم يبقى الفريم بتاعنا تريبل بي. طب لو مشغل اتش دي لي سي يبقى الفريم اتش دي لي سي. طب لو شغل فريم ليه يبقى اثنين فريم ليه. كل واحد من دول هندرسه في شابتر فين؟ طيب بس خدي بالك ان الفريم في الاول وفي الاخر هو عباره عن ايه؟ هيدر وتيلر. بس بيختلف على حسب مين؟ على حسب البروتوكول. يبقى الايثرنت فريم ده اللي هو فين؟ في اللان. اما التريبل بي فريم والاتش دي سي فريم والفريم ليه فريم والحاجات دي كلها فين؟ في الوان. طب يعني انا لو دخلت دلوقتي يا هندسه وكتبت كلمه فريم هيجيب لي انهي واحد فيهم؟ اهو كتبت كلمه فريم. ايه يا عم ده؟ داتا فريم يا عم. ده فريم. اهو داتا فريم. حلو كده اهو الداتا فريم اهو، بس جايب اكتر من فريم لاني ما حددتلوش. طب تعال نكتب اي تريبل اي داتا فريم اهو. حالا 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 اهو يا معلم. بس ده ايثرنت، ده ايثرنت، بلاش الايثرنت. طب تعال ننزلهم كلهم، يعني شوف الايثرنت اهو داتا فريم. ادي الايثرنت داتا فريم اهو. تعالى سيف لينك اهو، اسيبه ده هنا كده باسم ايثرنت. طيب هات بقى كمان التريبل بي اهو داتا فريم. ده التريبل بي داتا فريم اهو. يا نهار ابيض اهو تريبل بي. انا عايز سيف صوره بس. سيف ايمج از تريبل بي. طيب الاتش دي لي سي فريم اهو. دي كلها انواع فريمات. تعالى كده اهو سيف اهو اتش دي ال سي. كل واحده لها حاجه. انا بس عايز اوريك حاجه بس كده. تعالوا بقى ناخدهم كده نفتح كده كل واحده منهم اهو. نزل الصفحه برضو. طيب تعالى الايثرنت
داتا فريم اهو سيف ايمج از ايثرنت. بص بقى يا معلم كل كارت ايثرنت عندنا بيبقى جواه ادرس اسمه ايه؟ اسمه ايه الادرس؟ احنا قلنا كل كارت شبكه بيبقى له اتنين ادرس، واحد ثابت وواحد متحرك. قلنا الثابت اللي هو مين؟ الماك ادرس اللي هو الفيزيكال ادرس، اللي متحرك على حسب الشبكه اللي هو الاي بي، صح كده؟ احنا خدنا مع بعضنا اهو اي كارت شبكه، اي كارت شبكه عندك، اي ايثرنت، اي كارت شبكه عندي، اي ان اي سي بيبقى له عنوانين. عنوان اسمه فيزيكال ادرس اللي هو مين؟ اللي هو الماك ادرس. واللوجيكال ادرس اللي هو مين؟ الاي بي. اهو اللوجيكال ادرس اللي هو ايه يا جماعه؟ الاي بي. طب الاي بي بجيبه ازاي؟ فاكرين؟ كنت باجي اخش كده على الدوس اهو واكتب ايه؟ اي بي كونفج. اهو فقال لي والله الاي بي بتاعك 192 168 42 1 او انا عندي اكتر من كارت 192 168 1 100، صح؟ طب عشان اجيب الماك ادرس اجيبه ازاي؟ من هنا كده اقول له اوبن نتورك اند شيرنج سنتر لوكال اريا كونكشن ديتيلز، هتلاقوا الفيزيكال ادرس اهو. لو جبت اده هتلاقيه 12 رقم مكتوب بلغه اسمها الهكسا ديسيمال. كل رقم هكسا فيه كام بت؟ 4. كل رقم ديسمال فيه 8، ده لو انت بتكتب اي بي. انما الهكسا ديسمال يا معلم بقى حاجه ثانيه. بص كده في لغه عندنا اسمها الهكسا ديسمال اهو، بالراحه معايا اهو، هكسا ديسمال. ها ركز كده معايا. ها الزيرو لما اجي اوزعه بوزعه في 4 بت اللي هو 1 2 4 8. القديم يا جماعه الاي بي كان بيتكتب ديسمال، ده اسمه الهكسا ديسمال. فالاربعه يبقى زيرو اربع ايه؟ اربع اصفار. طب الواحد؟ واحد زيرو زيرو زيرو. الاثنين الثلاثه الاربعه التسعه ثمانيه وواحد، صح؟ العشره ما بنجيش نكتب 10، بنكتب ايه؟ ايه اللي هو 8 و2. طب ال11 بي، يبقى ال11 لما اكتب اكتب بي، يبقى لما اكتب بي معروفه ان هي 11. 11 اللي هي كام؟ 8 و2 و1. طيب السي اللي هو كام؟ 12 اللي هو 8 و4 0 0. الدي اللي هو كام؟ 13 الله يكرمك 8 و4 0 1. الاي اللي هو 14 اللي هو كام بقى؟ 8 و4 و2 و0. الاف اللي هو 15 ده اخر حاجه عندنا اللي هو 4 وحايد. يبقى الهكس ديسمال اخرنا كام يا جماعه؟ اف. كل رقم بيتوزع في كام بت؟ 4 بت. الاي بي كان كل رقم بيتوزع في كام بت؟ 8 بت. صح كده؟ اما الهكس ديسمال ده نظام ثاني غير النظام العشري، كل رقم بيتوزع في 4 بت. بدايتي من الزيرو اخر كام؟ الاف. لما اكتب لك اف قصدي بقى كام؟ 15. الاي 14. تمام؟ طب بستخدمه ليه؟ الاي بي الهكس ديسمال ده اللي بينكتب بيه الماك ادرس، يبقى كل كارت شبكه بيبقى له حاجه اسمها ايه يا شباب؟ الماك ادرس. ده ثابت، حاجه ما بتتغيرش. بس هناخد برامج بعد كده ممكن تغيره، بس هو بيغيرها ازاي؟ ما بيغيرهاش على الكارت، بيغيرها والفريم طالع. الماك ادرس هو عباره عن 12 رقم مكتوبين بلغه ايه؟ الهكسا. 12 رقم لو اضربهم في 4 يبقى في كام بت؟ 48 بت. يبقى طول الماك ادرس 48 بت مقسوم حتتين. يبقى اي ماك ادرس يا جماعه مقسوم كام؟ حتتين، 24 و24. ال 24 الاولانيين بيسموهم ايه؟ او يو اي، او اختصار كلمه اورجنايزيشن يونيك ايدنتيفاير. يونيك يعني ما بيتكررش، رقم ما بيتكررش. زي ايه؟ زي ما اقول لك انا فودافون،
بدايتي كام؟ 0.10. ورضا فودافون بدايته كام؟ 0.10. وباسم فودافون بدايته كام؟ 0.10. كل الكروت اللي طالعه من نفس الشركه لها اول 24 بت ما بيتكرروش، ما بيتغيروش. لو عايز تعرفهم انا ممكن اجيب الايباب المكان بتاعتكم دلوقتي، اعمل كده سي ام دي ارب داش اليسا، هناخد الامر ده. بصوا كده شايفين الكارت ده 00 24 81، لا مش ده، خلينا ده 90 2B 34، وفي واحد ب 98 2B 34، وفي واحد 00 23 AE، وفي واحد 00 23 AE. كل الكروت اللي لهم نفس اول ست ارقام نفس الموديل نفس الشركه. يقول لك انتل بدايتها 0023 AE، يبقى كل الكروت اللي طالعه من انتل بدايتها كام؟ 0023 AE. يبقى اول ست ارقام دول بيدلوا على الشركه المصنعه للكارت. فالرقم ده بسميه ايه يا جماعه؟ او يو اي. طب ليه 6؟ لان هو 24 بت، 24 على 4 بقى 6، كل رقم بتوزع في 4 بت. صح الكلام كده؟ ها؟ في مشكله عند حد؟ طب السته التانيين بقى ده رقم الكارت جوه الشركه، اما رقم جوه فودافون 1 2 3 5 6. رضا جوه فودافون 10 15 ما اعرفش كام. اللي هو الرقم اللي بعد الزيرو 10. يبقى كل كارت بيبقى له رقم مختلف عن ايه؟ عن الثاني. بيسموه لي ال 24 التانيين دول ايه يا شباب؟ بنسمي ال 24 التانيين دول بنسميهم رقم الكارت، الكارد نمبر. او ساعات بيقول عليه الفيندور نمبر، لان الفيندور هو اللي بيحطه، المصنع هو اللي بيحطه. اما الرقم الاولاني بيتاخد من الاي تريبل اي. اللي هو الست، لان كل شركه بتاخد سته من الاي تريبل اي. المنظمه اسمها الاي تريبل اي. نعم. حاجه زي ده اللي اكيد عامل الكروت شبكه بالعدد ده كله ولا لسه العدد ده؟ بس يعني كل ما ال 24 بت بيخلصوا ممكن يروح يجهز 24 بت تانيين، زي ما 010 خلص وخدوا 016 مثلا. صح الكلام؟ وبعد ما يزود رقم بس. تمام. في مشكله كده عند حد في الماك؟ لو انت جيت بصيت للماك كده اهو 68 اف 7 28، ده رقم الشركه. تمام. انا شركه انتل. طب وبعدين 15 0 اي 8 سي، رقم الكارت جوه الشركه. اي حد عنده مشكله كده؟ تمام. يبقى الادرس بتاعنا يا جماعه، الادرس بتاعنا بتاع الايثرنت اسمه ايه؟ اسمه ماك. يبقى لو انت الكارت بتاعك نوعه ايثرنت يبقى الادرس بتاعه اسمه ايه؟ ماك. طب انا لو شغال في الوان يا عم تريبل بي او اتش دي ال سي او فريم ليلي او اي تي ام، لا يا معلم، ده اللير 2 ادرس بيبقى اسمه تريبل بي ادرس، اتش دي ال سي ادرس، فريم ليلي ادرس اللي هو الديل سي او الاي تي ام. كل واحد من دول بيبقى له عنوان مختلف. فاوعى لما يجي لك اقول لك اللير 2 ادرس تقول الماك. ده الماك ده في حاله مين؟ الايثر نت بس، باللاب بس، اللي هو ماشي الفريم اللي ماشي ما بين مين؟ ماشي ما بين جهاز الكمبيوتر والسويتش والسويتش والراوتر. تمام؟ طيب يبقى عرفنا خلاص يا جماعه ان الماك ادرس بتاعنا 12 هكسا. 12 في 8 بكام؟ 12 في 4 بكام؟ 48 بت. طب لو قسمت على 8 يديني كام؟ 6 بايت. يبقى هو الماك ادرس بتاعنا 12 رقم هكسا او 48 بت او ايه يا شباب؟ او 6 بايت. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ تعال بقى نشوف الفريم بيبقى شكله ايه بتاع الايثرنت. الفريم بتاع مين؟ الفريم بتاع مين؟ اسمع تاني. اللي ماشي ما بين السويتش والراوتر، او ما بين السويتش وجهاز الكمبيوتر. صح كده؟ اللي هو النحاس. شكله فين؟ شكله فين يا محمود؟ اهو اهو. فين فريم الايثرنت؟ اهو. اوبا، الراجل بيضيف لك ديستنيشن ادرس كام بايت؟ 6، اللي هو الديستنيشن ماك، وكمان 6 بايت اللي هو السورس ماك. يا نهار ابيض، شايفين انا بتكلم على ايثرنت؟ فاكمن الايثرنت الادرس بتاعه اسمه ماك، فالماك طوله 48 بت، على 8 فيهم 6 بايت، فيبقى الديستنيشن ادرس ديستنيشن ماك، وبعدين السورس ماك، وبعدين نوع الباكت دي
ايه اللي جواها، ايثرنت ولا ايه اللي جواها بالظبط، وبعدين الباكت هي اللي جايه من فوق، وبعدين فريم تشيك سيكونس المعدل اللي بتتم عند السورس وبتتم عند الديستنيشن، هي دي اللي في الديل. يبقى تاني بقى، انا لو انا ببعت باكت، بصوا كده حاجه بقى للزمن بقى، انا لو ببعت باكت من هنا الجهاز ده اهو السويتش، السويتش ده يا جماعه كاني مش موجود، الراوتر ده بحط ايه؟ لو ده الماك ايه والبورت بتاع الراوتر الماك بتاعه بي، يبقى هحط الديستنيشن ماك انا رايح للبي، طالع من مين؟ من الاي. نوع الفريم اللي طالع ايثرنت، موجود جواه الداتا اللي جالي من لير 3، وهاجي في الاخر احط حاجه اسمها ايه؟ فريم تشيك سيكونس او فريم تشيك سيكونس، اللي هي المعادله اللي بتتم عند السورس وبتتم عند الديستنيشن. طب انا بقى لو كنت شغال تريبل بي هيبقى شكل الفريم مختلف. يا نهار ابيض، شايف الادرس قد ايه؟ انتوا عارفين الادرس قد ايه؟ ها؟ 8 بت. الادرس 8 بت. وبعدين كنترول داتا. وبعدين الداتا اللي جالي من فوق. وبعدين التشيك صم. لسه هناخده في تريبل بي. مع انه فريم يا جماعه والله في هيدر اهو وديل اهو والباكت اهي. بس مختلف عن الايثرنت، ده الفريم اللي بين الراوترات لما تكون شغال تريبل بي. طب لو انت شغال اتش دي ال سي اهو شكله مختلف تماما اهو. لو انا شغال اتش دي ال سي هيبقى في ادرس وكنترول برضو وداتا جالي من فوق وتشيك صم. تمام كده؟ يبقى الداتا لينك لير بتعمل ايه؟ بتعمل فريم. ايه اللي بتعمله في الفريم؟ بتضيف ديستنيشن ادرس وسورس ادرس والديل بتاعي، بس ده في حاله الايثرنت، بضيف له حاجه اسمها ماك. طب ما بين الراوترات وبعضيها على حسب ما تكون شغال. في مشكله كده عند حد؟ تمام؟ طيب نفصل بقى ده.